بالقليل من القليل تبلوا بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد للسفر الطويل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وللضعف الذي يعم أكثر البشر فإن مسألة الجوع هذه تؤثر كثيرا حتى تحرف الناس في من يجري لهم تمويلا فيأخذ بهم في يمنة ويسرى في الفكر والاعتقاد والسلوك فيمشون على ما أراد مقابل ألا يجوعوا. ومن علم أنه ما دام له مجال في سد جوعه من طريق حلال وكسب طيب فذاك، وإلا فالجوع أشرف، فهو الأشرف وهو الأعز، وهم الذين يندر أن يموت أحد منهم من الجوع، بل يعطيهم الله تعالى من حيث لا يحتسبون من الرزق في نوع من الاختبار، كما قد يختبر الإنسان بكثرة المال، قد يختبر بقلة المال، يختبر بالغنى، يختبر بالفقر، يختبر بالشبع، يختبر بالجوع. والميزان في كل ذلك أن تعلم عبوديتك ومقصود خلقك ووجودك وعظمة المآل والمصير وسرعة زوال ما أنت فيه من الحياة الفانية المكتوب زوالها، ستكون على بصيرة من هذه الحقائق، فلا تملك لدجال ولا لضلال ولا لأرباب ضلال، وتكون مع الكبير المتعال، وهذا غاية النجاح في هذه الحياة. أما قاصر العقل والفكر الذي لا يرى النجاح إلا تشييد القصور وإلا كثرة المال وإلا تنوع الأكل، فهذا القاصر في عقله إذا اتبع هواه ربما خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغدو وبالأصيل على طه البشير بكل خير ختام الرسل والخير.